أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة والجاهزية البارزة والكفاءة المتميزة والمستوى الرفيع الذي بلغته قوة دفاع البحرين على جميع المستويات. وثمن معاليه ما تحظى به قوة دفاع البحرين من دعم ملكي سامي وما حققته من منجزات ونجاحات وما قدمته من أعمال وتضحيات من رجالها البواسل المخلصين وتعاون مستمر مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ودول العالم.